اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع ردة فعلي على افضل اهداف روكت ليج. المقطع اللي راح كان اهداف منوعه، لكن هالمقطع راح يكون فري ستايل، حوالي 100 هدف تقريبا، فراح ناخذ منها الافضل وراح نعرضها في المقطع. المهم قبل ما يبدا المقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، ولا تنسون اللي يبغى يشتري موقع روكت ليج اكسشينج رابط في الوصف، كود في اس ال يخصم لكم 3%. كود في اس ال في الايتم شوب في روكت ليج، كود في اس ال في الايتم شوب حق فورتنايت، وكود في اس ال في شيء اخير اللي هو في نمشي. اللي يبغى يشتري ملابس زي كذا ترى عندهم صومات زي كذا توصل الى 80%. عموما خلونا نبدا مقطع اليوم. بسم الله وعلى بركه الله، شكرا لكم على الدعم في المقطع اللي راح من افضل اهداف، والله العظيم ما توقعت هالدعم بيصير. فاذا صار في دعم في هذا المقطع راح نكمل وراح ندور مقاطع مميزه ما حد قد سوى عليها رد فعل باذن الله. خلونا نبدا بسم الله. هلو، يا ساتر، اوه بنش بعد، الا والله بنش نايس، والله نايس. شو الطريقه اصلا اللي راح فيها؟ خذ لك خذ لك، يا ساتر يا ساتر، اولي اولي يا ساتر. وهذا المرمى الثاني، والله العظيم شيء شيء رهيب، جد شيء رهيب. اوكي قاعد يلعبون 2v2، خذ لك يا ساتر، مكي يا ساتر، والله مو طبيعي كيف وزلها زي كذا، ما ادري، والله نايس نايس هدف بعد نايس. شوف البنش يا ساتر، اثنين مع بعض، البنش يعتبر صعب فسويه اثنين، والله العظيم شيء رهيب يا ساتر. خذ لك ماستي، ايوه حط لي جمبرسيت، جمبرسيت ثاني وماستي ثاني، يا ساتر والله ما ادري كيف يوزنون. يا الله يا اخي لعبهم رهيب مره. خذ لك خذ لك، وابداش على السيلينج، وصل بسرعة. خلينا نشوف البوست اللي كان معه قبل 47، شوف كيف. اوب والله شيء رهيب، والله شيء رهيب. اوكي بنش طار كلهم، لا مستحيل، والله مجانين. حلو، ابداش وابداش على وراء، ممتاز ممتاز يا ساتر يا ساتر، ابداش هوب جمب ريسيت، نايس والله نايس. حلو ريفلوب وهوب، والله نايس. مافن يا اخي تحكمه في السياره ذا مو طبيعي، كيف وزلها بصعيون ما ادري، والله ما ادري. اوكي يو ساتر يا زاويه، والله عطاها زاويه مو طبيعيه، والله يا الخامه بعد الخامه في الاوفر تايم. اوكي اخذ البوست وخذ لك جمبر ست وجمبر ست و... نايس نايس نايس، ولا بالريم بس عطاه فلبها لورا، 18 بوسته، شوف كيف ايش بيسوي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، هذا اللي يسمونه كب كيك، ما ادري ايش والله ما ادري ايش اسمه صراحه. الزبده انها جامده والله جامده ترى، صعبه صعبه مره صعبه. الو ايش فيه يا ساتر، قطع من الزاويه، كيف هذا جاب هدف من زاوية صعبة صعبة مرة. اوكي جمب ست وماستي وجمب ست وطق ذا، يا ساتر يوه ايش فيه، اصبر خليني اعيد اللقطة ذي انا ما استوعبتها، وش الطريقة اللي طق فيها هذا، شيك شيك الطق شيك، وش ذا، والله رهيب اقسم بالله رهيب يا ساتر. اوكي هذه زاوية، والله وزلها صح، والله وزلها صح، نايس. اوكي سيلينج وهوب دبل او تريبل خلينا نقول. اوكي هذا اخذ البوست، عطاه حبه جمبر ست، ثانيه ثالثه، وخذ لك الجول، نايس. ايش في ايش في ايش في ايش في الويب داش تريه ذا، بسم الله عليك بسم الله عليك، ايش في الو بياخذ البوست، لا لا يا اخي مستحيل، باص عيون بعد، والله مجانين ذول، مجانين مجانين يا ساتر. اوكي
هذا كيف حظن عليها كذا في الجدار؟ والله ما ادري ايش سوى صراحه. ايش قاعد تسوي؟ بس عيون بعد. انا اكتشفت ان اهدافي كلها خايسه، ما قلت بهدف كويس. الاهداف اللي قاعد تشوفها الحين، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوكي يا الله، نايس نايس. ميزه الهدف هذا انه سريع مره. اوكي جمب ريسيت بعد ثاني، ما يستحي ذا، ما يستحي والله، ما يستحي جمب ريسيت. ولا بنش مثل هذا، يا ساتر. كم سرعتها، كم سرعتها؟ 203 ولي. اوكي شوف ري دايركت، يا حلقي حلقي نشب من ذا. كنت بقول كيف سواها. اوكي والله جمب ريسيت جامد بس بطيئة شوي. هذا عطاه بريفليب، نايس. اوكي جمب ريسيت، وهو بالزاوية بص عيون بعد. والله ضامنين مرة ذول اهدافهم. يا الله يا ساتر يا ساتر يا ساتر. جمب ريسيت، جمب ريسيت، وجا ايش في صديق؟ خذ لك خذ لك يا ولد. شو عطاه؟ بسم الله عليك، والله عطاه. يا ساتر الزاوية، كيف راح لها كذا من جدار؟ يا اخي مجانين، قسم بالله مجانين، والله العظيم شيء رهيب اللي قاعد اشوفه والله. شيك هوب، لا هدف خوية بعد، نايس نايس نايس. يو يلبس عيون، ضامن خوية وين بيلعب المناولة فيه، والله يا اخي مجانين. والله القوة، يا ساتر جمب ريسيت. خذك زاوية بدون ما تسقى في العارضة، لا تناقشني لا تناقشني يا ساتر. اوكي اوكي اوكي، مستي على وراء، والله يا اللخم والله يا اللخم. ثلج كذا، ثلج مكانه، ما اقدر اسوي شيء. فريز قله، والله نايس والله نايس. اوكي يا ساتر قوتها والله قوية ترى. اوكي بنش، يا ساتر 194 قله، والله نايس الحركة. بنش اوكي، دفة خوية، وهوب مستي، وهوب ريدايركت، نايس. ما ادري يسمونها ريدايركت هذه ولا ايش، بس اتوقع انها ريدايركت. جمب ريسيت، مستي مستي، هوب في الزاوية، نايس نايس والله نايس. الو وين رايح ذا؟ لا شوفوا البوست حقه، شوفوا مستحيلة. يا ساتر يا الله، مجنون ذا. هل هي صدف اللي قبل شوي ولا لا؟ والله العظيم صدق اتكلم. خلنا نشوف بوسته، صفر بس جاب هدف. خذ لك خذ لك، وايف داش وناظر ورا ويطالع ورا. يا مجنون. اوكي هلابي البنش، هلابي هلابي هلابي. يا ساتر على بالي بيكمل خويه شيء. وخذ لك الوايف داش مع البنش، يا ساتر شو كيف تحكم. خذ لك الصحن الدوار، وهوبا لالي. والله تحكم السيارة ايش بكيف؟ يا ساتر يا ساتر. هوب وهوب ثانية، مع انه ما افك الحارس بس هدف جميل، هدف جميل. قول الزاوية، والله الزاوية جامدة. مجانين، شوف بوست صفر صفر بس، شوف كيف نعتمد على خوية، خوية يعطيه في نفس المكان اللي يبغى فيه هو. والله ديم. يا ساتر يا ساتر، عطى كب كيك. بيطيح الكرة كذا فجأة. اوكي قاعد مو قاعد يضيع بوست بسبب السيلينج. شوف كم لف السماء. يا ساتر والله طول طول السيلينج. اوكي بينزلها. هوب بنش. لا والله ما سوى بنش. يا ساتر التحكم، والله كنترول عنده مو طبيعي. شيك شيك شيك. غصب هدف، غصب لا تناقش، غصب هدف. يا اخي حق الواف داش مو طبيعي اللي يسوون على ورا وقدام وتحكم في السياره وكل شيء، والله شيء مو طبيعي يا اخي. شو كيف تحكم؟ والله مجنون والله. والله استحيت على دمي وانا انزل اهداف واحط عليها اغاني والله.
شوف اهدافي بالنسبه لذولي وشو، ان شاء الله نوصل مستواهم ان شاء الله. والله نايس، والله نايس، والله الزاويه صعبه، والله والله الزاويه صعبه يا ميدو. نايس وهوب ماست. نايس. شو السرعه، شو السرعه، صعب التحكم ذي السرعه، والله صعب. دف الكور والحقه باسرع ما عنده. خذ لك صحن الدوار، كيف ما يضيع، كيف ما شاء الله تبارك الله يا اخي. اوكي هذا الفيس كام بنشعل لتحت. ووب أربعة ولا ثلاثة؟ 198 نزر هدف شفناه البنش، 203 نايس والله نايس. ياه يا الزاوية، والله زاوية جامدة. أشوف ميمي ايش يسوي، خليك جنب ريست وشو ما يصدع. أنا صدعت، قرب السيارة على أقرب شيء. وش ذا؟ يا ساتر يا ساتر، حظل على السيارة في الجدار. أوب جنب ريست يا أبوي، يا ساتر اللي اعتمد على الخوي، ما يعتمد على الخوي لدرجه ان عارف وين بيناول، عارف وين بيروح، كل شيء كلكليتد يا اخي، مجانين والله. شوف خذ لك الدبل. اوه باتمان نايس. اشوف ايش يسوي، كمله في السماء، كمله بينتظر لي خويه يجي. اوكي 16 بوست ووب. ما خلص 16 لا، خلص هذا منه بس توبي على وراء. يا الله شو النتيجه، 0-0 باقي 30 ثانيه. اوكي هذا بيشوت الثاني، اي والله شاته. اوكي بيشوت الثالث، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الله. هذا ميمي قبل شوي موجود، خذ لك بنش يا ساتر. بنش اوب، اعوذ بالله البنش. شوف كيف تحكم السيارة تحت الارض يا اخي، مو ابدا يمشي ويروح، وهذا يسوي بصيون. عموما بس هكذا مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم لايك اذا عجبكم مقطع، ولا تنسون زي ما قلت لكم كود لايتم شوب في اس ال، موقع كليك اكسشينج الرابط الوصف كود في اس ال يخصم لكم 3%. يعطيكم العافيه وان شاء الله عجبكم مقطع، واعطوني رايكم وش تبون المقاطع الجايه، وبس اشوفكم على خير، سلام.